معهد الفتح الإسلامي في دمشق، وإمام أستاذ وعضو المجلس العلمي لولاية وهران. له مؤلفات منها المدخل في علم القراءات، المهذب في علوم القرآن، الوجيز في علم الفرائض، أحكام التجويد برواية ورش وقالون. وله أيضا مشاركات عدة في ملتقيات وطنية ودولية. فنترك المجال له حفظه الله، فليتفضل مشكورا. والوقت 20 دقيقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا ربنا كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا والذنوب فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، وبك نقرأ في نحور الأعداء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الخوض في الحديث عن المترجم لها وهي السيدة زينب القاسمية، أو لالة زينب كما هي معروفة يعني في منطقتنا، لا بد وأن أشير إشارة يعني وجيزة إلى البيئة التي وجدت بها وإلى المدرسة التي نهلت منها. فأما الأولى فهي بلدة الهام العامرة وسط الجزائر الزاهرة الزاهرة، رغم جثوم الاستثمار الغاشم على صدرها في ذلك الوقت وإرخاء سدول الظلام والجهل أو ظلام الجهل والفقر على ركوعها. وهي هذه البلدة طيبة أرضها بين شموخ جبالها وتدفق ينابعها العذبة في منعرجات واديها المحتف بالبساتين والجنان. ثم هي يعني البيئة أو البلدة، ثم هي شرف ساكنيها، شرف القرآن الكريم الذي عرف به أهلها، ثم شرف الانتساب إلى العطرة النبوية الطاهرة. وأما الثانية وهي المورد الذي نهلت منه فهي الزاوية. والزوايا عموما كما يصفها الأستاذ مؤيد العقبي كانت عبر تاريخها الطويل قواعد روحية استطاعت بما لديها من قوة ونفوذ أن تؤدي دورا هاما في أحرج فترات التاريخ، حفاظا على أهم مقومات شخصيتنا الدين واللغة. وزاوية الهام واحدة من تلك الزوايا الشهيرة، وأنموذجا صالحا لمجموعة من الأهداف والغايات رسمها مؤسسها الشيخ محمد بن أبي القاسم رحمه الله. يقول:
فبنيت بها زاوية للطلبة والإخوان والأرامل والأيتام والزمنى والعميان، فتعلم بالزاوية المذكورة خلق كثير قراءة القرآن والفقه والنحو وغير ذلك من العلوم العقلية والنقلية وإعطاء أوراد الطريقة الرحمانية. وبين هذا وذاك شقت السيدة الفاضلة زينب القاسمية طريقها، فمن هي هذه السيدة وما حقيقتها؟ نقول مستعينين بالله، هي الولية الصالحة العالمة القارئة السيدة زينب ابنة الشيخ الإمام محمد بن أبي القاسم بن ربيح بن محمد بن عبد الرحيم القاسمية الشريفة الحسنية، وأمها خديجة ابنة أبوي الشريفة الهاملية، ووارثة مشيخة الزاوية القاسمية بعد وفاة أبيها، ورئيسة الطريقة الرحمانية في زمانها. ولدت عام 1268 للهجرة، 1852 للميلاد، بمنزل آل عبد الرحيم حي باب القصر ببلدة الهامل المباركة، ونشأت وترعرعت بها، بل وقضت حياتها كلها في ربوعها، ولم يرد ما يدل على أنها استوطنت غيرها، حاشا زيارات دعوية أو علمية هنا وهناك. كانت رحمها الله ابنة أبيها الوحيدة، لذلك لقيت عناية خاصة منه، فانفردت به أبا وشيخا ومربيا، وعبت من معينه الفياض علما وأدبا وسلوكا، وأخذت حقها من ميراثه فرضا وتعصيبا. تميزت رحمها الله بذكاء حاد وعزيمة صلبة وهمة عالية وصبر منقطع نظير وشغف متزايد في طلب العلم، ثم زهد في الدنيا وإقبال على العبادة وحب للبر وفعل الخيرات. تولت مشيخة زاوية الهامل، فسارت على نهج والدها وحافظت على طريقته من تعليم العلم وإرشاد الخلق وفتح النزاعات وإطعام الطعام والإحسان للفقراء والمساكين، وأثبتت جبارتها وأحقيتها بل وحنكتها في الإشراف والتسيير، كما ترأست الطريقة الرحمانية فأدارت زواياها بحكمة واقتدار كبيرين، وأنشأت زوايا أخرى ووسعت مجال ونفوذ الطريقة وحافظت على تماسكها. وزنت رحمها الله بين وظيفتها الروحية من أوراد وتلاوة وأذكار، ووظيفتها الثقافية من تعليم ووعظ وتوجيه، ووظيفتها الاجتماعية من إصلاح ذات البين لا سيما بين الأعراش في صراعاتها وخلافاتها، والاهتمام بالفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين، بل ووظيفتها شبه السياسية من استقبال الوفود والمريدين والتوفيق في التعامل مع المستدمر المستبد، من كونه أولا كافرا غاصبا تجب محاربته، وفي الوقت ذاته حاكم قاهر لا مناص من التعامل معه، إضافة إلى بنيات الطريق من منافسة ذوي القربى وحسد الأقران وسخط الطامعين وكيد المتربصين، وأحكمت وأفلحت في التحكم في زمام ذلك كله. تقضي رحمها الله بياض نهارها في بعض ما ذكرنا، فإذا سجى الليل وأرخى سبله خلت إلى المكتبة التي استأمنها والدها عليها، فسلم لها مفاتيحها ابتداء، ثم أوقفها عليها بعد وفاته في أصول من الممتلكات المختلفة، وكانت مكتبة ثرية ثرية بالمخطوطات النفيسة والكتب القيمة. تأنس رحمها الله بالقراءة إذ لا أنيس لها بعد وفاة والدها، فلا زوج ولا شريك، وقد أسرت إلى الكاتبة السويسرية إيزابيل إبراهارد
أنها سخرت حياتها كلها لخدمة الناس والضعفاء والمحتاجين، فلا مكان لديها للزوج أو العواطف والمشاعر الزوجية. توفيت رحمها الله في 13 من شهر رمضان سنة 1322 للهجرة، 18 من نوفمبر 1904، بعد مرض ألم بها رحمها الله رحمة واسعة. هذا مجمل القول فيما ورد من سيرتها، وسنلج إلى ما يعنينا تفصيلا في محورين. الأول لالة زينب المتعلمة ثم العالمة، والثاني لالة زينب مع القرآن الكريم. المحور الأول، لعل مصدر علمها ومعرفتها الوحيد هو والدها، ثم ما استفادت من كثرة مطالعتها وانكبابها على أمهات الكتب التي حوتها مكتبة الزاوية العامرة. فأما والدها الشيخ محمد بن أبي القاسم رحمه الله، فلعوامل عدة خصها وحباها وأفاض عليها سيبه فرواه. من ذلك أولا أنها كانت وحيدته، فليس له غيرها من الولد، والشيخ رحمه الله كان يحمل بين جوانحه مشروعا ضخما، يعلم يقينا أنه وضع اللبنات الأولى لتأسيسه، وأنه لا محالة محتاج إلى من يتمه، وأن من ينبغي لذلك لا بد وأن يسمع على عينيه علما ومنهجا وسلوكا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. وتطلع فلم يجد غير ثمرة فؤاده وحيدته، وتوسن فيها مخايل الفطنة والاستعداد، فاختارها عن فراسة وصدقت فراسته. ثانيا، أنه لمس فيها ذكاء حادا وشغفا متزايدا بالعلم وحافظة قوية، فجاراها مستهلا بتحفيظها القرآن الكريم ثم الحديث فبعض المتون، فلما رأى منها ما رأى أسدل عليها الجلباب وأفرغ لها ما في الجراب، فكانت وكان منها ما كان. ثالثا، أن طموحها الشديد وهمتها العالية ومثابرتها على الدرس وصبرها على التحصيل، كل ذلك منحها ملكة لا تجار ولا تبار، وخول لها التأهل لحمل إرث والدها الثمين. رابعا، ميولها الفطري للعبادة والزهد والعزوف عن مغريات الدنيا وزخارفها وتفرغها للعلم، حتى أن ابن عمها تقدم لخطبتها من والدها وأبدى له الوالد موافقته مبدئيا، لكن لما شاورها أظهرت عدم الموافقة فلم يجبرها، وعاود الكرة بعد وفاة والدها فامتنعت ولم تتزوج حتى توفي رحمه الله. لكل ذلك اجتهد الشيخ رحمه الله أيما اجتهاد في تعليمها وتفقيهها وتربيتها وتهذيب سلوكها وصقل مواهبها واستغلال قدراتها.